الفساتين الزفاف طبعا هي بيضة، انت شايفة ان ممكن تتغير للون تاني؟ لا، هي الايام دي بقت ساعات بتبقى اوف وايت شويه، بتبقى على بينك شويه، بتبقى على جولد شويه، فدي بقت موضه يعني انه يتغير شويه شويه. ولنا شايفه فستان الزفاف شايفاه اسود، ده بعد الطلاق، ده في الطلاق مش في الجواز، ده الاسود.